اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المرأة تصلي وتتصدق وتصوم طيلة حياتها، ولكن مصيرها جهنم والعياذ بالله. السلام عليكم مشاهدين الكرام. عباد الله، أخبرنا الله عز وجل بعبادات، وأخبرنا أن من يتمها ويقوم بها فمصيره الجنة بإذن الله، ولكن هناك أفعالا يفعلها البعض تزج به في النار والعياذ بالله، وقد حذرنا منها شفيعنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم من الممكن أن يصلي عمره كله، ولكن يفعل بعض الأفعال التي تجعل ميزان حسناته فارغا ويدخل جهنم. وقد أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقصة امرأة كانت طيلة حياتها ملتزمة بصلاتها وتخرج صدقتها وملتزمة بالصيام، ولكن لماذا مصيرها جهنم؟ فهذه المرأة كانت ترتكب ذنبا واحدا في حياتها أفرغ جميع حسناتها، فهذه المرأة كانت تؤذي جيرانها. إن هذا الأمر سيجعلها في جهنم. وقد روى الإمام أحمد وغيره رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. والحديث صححه الألباني رحمه الله. فما نفع تلك المرأة كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، لأنها كانت تؤذي جيرانها، وهذه نفعها الإحسان وعدم إيذاء الجار، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة. فهذه من الأدلة على خطورة هذا الموضوع، وإنه لا بد من الاهتمام به. فهذه المرأة ارتكبت بإيذائها جيرانها عدة ذنوب وكبائر. إنها ارتكبت ذنب الغيبة، وهي كبيرة من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أما الذنب الثاني الذي ارتكبته هذه المرأة هو النميمة، فهي كبيرة كذلك من الكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني في الكبير. والنميمة أشد خطرا من الغيبة، لأنها تفسد العلاقات وتوقع الفتن وتورث الضغينة وتفرق بين المتآلفين وتفرق بين الأحبة. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. أما الذنب الثالث الذي ارتكبته هذه المرأة هو الخوض في أعراض الناس، وهو كبيرة من الكبائر وحفرة من حفر النار، يذهب بالفرائض والنوافل ويذهب بالحسنات. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيا عباد الله، إن هذه المرأة ترتكب كبيرة من الكبائر، وهي خاسرة يوم القيامة إذا لم تتب إلى الله تعالى، لأن هذا الإيذاء دليل على عدم وجود الخيرية فيها، وإذا ماتت على ذلك لا قدر الله تعالى كانت من أهل النار والعياذ بالله. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هي في النار. وروى البيهقي والبزار رحمهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقال شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب: إن هذه المرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فلم ينفعها كثرة صيامها وقيامها بشيء في الآخرة، بل ذهبت بكل ذلك إلى النار، وذلك في مقابل المرأة التي كانت تقتصر في عبادتها على صيام رمضان فقط، وفي الصلوات على الصلوات الخمس المكتوبة، لكنها كانت تحفظ لسانها وتتصدق ببقايا طعامها. انظر كيف نفعها حسن الخلق وأدخلها الجنة. وأوضح شيخ الأزهر أن الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا، لا نحتاج في بيانه إلا أن نتأمل قليلا بعض آيات القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الكبائر لا تحبط جميع الحسنات ولا تمنع قبولها، ولكن قد تحبط من الحسنات بقدرها عند وزن أعمال العبد، فإن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العقاب، كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد. ورواه أيضا غيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويسبح عشرة، فذلك خمسون ومئة على اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده،
وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره فتلك مئة على اللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. اللهم إنا نعوذ بك من الغيبة والنميمة والبغضاء والفحشاء والمنكر. اللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، وأدبنا بأدبك وأدب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.